اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. زوار موقع نظر بريس، زوار موقع القناه على اليوتيوب، السلام عليكم. اليوم نستضيف في هذه الحلقه الخاصه تجاه مزمنه افلام واعلاميه من دوله فلسطين، استاذ رفتي. فينا اليوم حول الفيلم الذي انعرض اليوم، هو فيلم يبين او يوضح علاقه اليهود المغاربه الذين هاجروا دوله المغرب متجهين الى دوله فلسطين او ربما محتلينها. اليوم راح سلمى راح تقول ما يعني رايها الخاص حول هذا الفيلم، وراح نحكي كمان عن الافلام يعني او تجربتها الفنيه. أنا اسمي رولا سلامة، منتجة أفلام وثائقية وإعلامية من دولة فلسطين. نحن جايين هون نشارك في مهرجان بالناظور، طبعا مهرجان فيه أفلام متعددة. كان لي شرف إني أتابع العديد من الأفلام هون، وبالتحديد إذا بنحكي عن الفيلم هذا اللي بيحكي عن هجرة اليهود المغاربة إلى دولة إسرائيل، أو هجرتهم إلى إسرائيل بالتحديد، أو فلسطين ال 48. أنا اللي بدي أحكي اللي شفته قديه واقع مرير عم بيعيشوا المغاربة اليهود هناك، قديه إنه غرر فيهم، والدليل على إنه معظم الناس اللي قابلهم مخرج ومنتج الفيلم من اليهود المغاربة بيحكوا قديش هم لما طلعوا من المغرب أجوا طلعوا من المغرب مش عارفين لوين رايحين. قالوا لهم إنه مرة أنتوا رايحين على كندا، أو رايحين أنتوا على طالعين من المغرب، بدون ما يحددوا وجهتهم، ما خبرهمش إنهم رايحين على إسرائيل. هم بيحكوا قد إيه كانت حياتهم بالمغرب نوعا ما مريحة مقارنة مع الحياة بإسرائيل. لم يكونوا يعاملوا بالدرجة الثانية أو الثالثة بالمغرب. بيحكوا قد إيه كانت علاقتهم بالمسلمين والإسلام، كانوا عايشين مع بعض بعلاقة ودية وصداقة وشبه. كيف لما انتقلوا لإسرائيل عمالهم بيعانوا الأمرين. أنا عم بحكي إنه الفيلم ورجع بالدليل القاطع وشهادات حية من هؤلاء العائلات والأسر، قديه هم عمالهم بيعانوا، قديه بتم معاملتهم بطريقة مشينة. السؤال اللي بيطرح نفسه هناك لما الواحد يشوف الفيلم، كيف هدول الناس اللي هم أجبروا من يمكن مؤسسات يهودية صهيونية إنهم يغادروا المغرب، أو في اتفاق معين تم ويطلعوا لإسرائيل، قد إيه هم غيروا التمويل أنا اللي بدي أحكيه بالتحديد بدي أحكي أكثر من شغلة اللي إلها علاقة ب هل هم خيروا بالذهاب؟ هل هم فرض عليهم الذهاب إلى إسرائيل؟ كيف الحياة اللي عاشوها؟ هل استطاعوا التأقلم؟ الفيلم بورجي على إنهم لم يستطيعوا التأقلم، ولما يسألوهم شو هويتكم، الجيل القديم اللي هجر بيقولوا إنه نحن مغاربة، وإنه طبعاً إحنا مغاربة، وبيحكوا كل عيلة عم تحكي قد إيه العلاقة كانت بين المسلمين واليهود في المغاربة في المغرب علاقة حميمة. لما يسألوا الجيل الجديد، جيل أبنائهم اللي ولدوا في إسرائيل، بيقولوا إنه إحنا إسرائيليين، شو قد إيه؟ لا قد إيه يندمجوا في المجتمع الإسرائيلي، لا حتى إنهم حاصلين على حقوقهم. وأنا اللي بدي أقوله إنه يمكن هذا الفيلم من وجهة نظر فلسطينية هو فيلم قاسي على الفلسطينيين جدا، لأنه بيورجي على إنه قد إيه الهجرة كانت، وقد إيه هدول آلاف اليهود عمالهم بيطلعوا من بلادهم الأصلية بمحض إرادتهم، بيجوا بيقعدوا في دولة ما تربطهم فيها أي شيء، عم بياخذوا الهواء الخاص بالفلسطيني، عم بياخذوا الأرض الخاصة بالفلسطيني، عم بيفرضوا على الفلسطيني واقع إنه كل الضغوطات هاي عم بتخليهم يهجروا الفلسطيني من أرضه اللي ولد فيها وعاش فيها وتربى، والتاريخ بيشهد على إنه أرض إسرائيل هي أرض فلسطين، كانت أرضاً وشعباً لشعب، ولكن هجر طبعاً بقرار دولي، بقرار بالانتداب البريطاني. أقوله إنه هذا الفيلم ورجع قديه حياتهم هناك مريرة، قديه لازم يرجعوا، أو حتى الأجيال القادمة تفكر بالعودة للمغرب. المغرب يعني ملوكاً وحكام ورؤساء ودولة ما كانت تفرق بين اليهود المغربي والمسلم المغربي، كانوا عايشين براحة. يعني هذا مش سياسة هجرة طوعية، هذه هجرة كانت أو تهجير من جماعات صهيونية كانت بهدف إنه الفضاء
الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين وتغيير التاريخ حول التسييف التاريخ. هل أنا بدي أسأله والسؤال اللي بيفرض نفسه، من هو الممول الرئيسي لهذا الفيلم؟ من هي الجهة اللي مولت عمل فيلم اللي بيورشي التاريخ اليهودي هناك؟ هذا سؤال كمان يعني المفروض أن نجاوب عليه. السؤال الثاني، هل هذا الفيلم شارك في مهرجانات؟ شو ردود الفعل حول الفيلم من ناحية؟ من ناحية فلسطينية أنا بحس بالقهر بوجود أعداد من اليهود حول العالم بالتوجه اللي عم يتوجهه لفلسطين أو لإسرائيل، لأنه إذا كان في عدالة اجتماعية على الأرض، في كان حقوق إنسان واحترام حقوق الإنسان واحترام قرار الشخص بالهجرة، يجب أن توفر للفلسطيني والإسرائيلي. شو حكم الفلسطيني اللي ولد على أرض فلسطين وعلى تراب فلسطين هو وأجداده، وهجر وأجبر على الهجرة من فلسطين للخارج؟ وحكم الفلسطيني اللي هجر هلأ ناوي يرجع لفلسطين، مش مسموح له يرجع لفلسطين. أما اليهودي مهما كان، سواء كان مغربي ولا تونسي ولا أمريكي ولا أوروبي، وبسهولة يحصل على الجنسية الإسرائيلية حال وجوده في المطار على أرض إسرائيل. هل هذا ظلم؟ وين العدالة الاجتماعية؟ وين حتى مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة اللي بتنادي بالمساواة وحقوق الإنسان؟ لتوصل القضية لإسرائيل وفلسطين، العالم كله يجمع على إنه إسرائيل دولة حقوق إنسان وديمقراطية ويدعم إسرائيل، وفلسطين ما إلها حظوظ للأسف. نعم، بالنسبة للأخت سلامة، بالنسبة للفيلم اللي راح ينعرض يعني بكرة، يعني شو راح يكون عنوانه؟ وهل سيكون ردا على هذا الفيلم الواقعي؟ هل أنا بدي أقول إنه إحنا عرضنا، نحن مشاركين كمؤسسة اسمها جاست فيجن، هي مؤسسة أمريكية مقرها في واشنطن العاصمة وفي نيويورك وفي مكتب لنا بالقدس الشرقية في حي الشيخ جراح. نحن عملنا أكثر من فيلم بيورجي قدي واقع فلسطين المرير بفلسطين. فيلم الشيخ جراح عرض أمس، وكان ردود فعل اللي سمعناها من المشاهدين ورواد المهرجان كانت ردود فعل كثير إيجابية. شافوا الواقع الفلسطيني عن القدس، كيف الاستيطان اليهودي هناك. الفيلم بكرة رح يكون عن بودرس، قرية في شمال غرب رام الله بمناطق بدولة فلسطين، بيحكي عن المقاومة الشعبية السلمية ومقاومة بناء الجدار الفصل العنصري. بيحكي عن قرية اتوحدت بكل أطرها السياسية، بكل أحزاب السياسية، وجود المرأة مع الرجل ووجود المتقابل الإسرائيلي والأجنبي مع الفلسطيني هناك بهذه القرية، قدروا أنهم يحموا 95% من أراضيهم ويمنعوا أو يغيروا مسار جدار الفصل العنصري. نعم، شكرا والمنتجة فلسطينية. شكرا على التصوير، شكرا على التوفيق، إن شاء الله.